دائما ما نرى بعض الناس ينقرون على شاشات هواتفهم منهمكين في التحديق إليها، مبتسمين في المترو أو في محطات الحافلات أو في الطوابير أمام السينما. من المتوقع إنهم بصدد لعب ألعاب الهاتف الأكثر رواجا في الوقت الراهن. تزايد عدد الأشخاص الذين يلعبون ألعاب الهاتف خلال أوقات فراغهم على اختلاف أجناسهم وأعمارهم. 我觉得玩手游首先它第一个就是它占用的时间比较少，不会耽误你其他的事情。然后第二个就是它比较方便吧，带到哪儿都可以玩。然后第三个就是它可以利用一些比较碎片化的时间来娱乐放松一下，比如说坐地铁或者是其他等待的时候。 شهدت ألعاب الهاتف زخماً قوياً من التطور في السنة الماضية في المجالات الرئيسية المختلفة التابعة لصناعة الألعاب، وبلغت مبيعاتها الإجمالية في عام 2015 46.51 مليار يوان بزيادة قدرها 2.87% عما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2014. ورغم أن سرعة النمو كانت منخفضة مقارنة مع عام 2014 إلا أنها تعتبر عالية حيث بلغت 4%. كل من نضج الأنترنت والتكنولوجيا ومشاركة النجوم والممثلين ساعدت على خلق البيئة المناسبة لألعاب الهاتف والألعاب الرياضية الإلكترونية. 其实我觉得手机游戏对于整个的这个游戏的发展来说是一个变革。那这个变革呢，一方面是我刚才说过的，就是说，它把整个的用户群呢，就是扩大了很多倍。那另外一方面呢，就是这个产品数量的爆发。那产品数量的爆发呢，也能够影响到呢，就是说手机跟其他文化产业之间的这种融合。那么你每一出一个新的电影或者电视剧，我都有可能。 有一款手机游戏跟它去相对应，所以的话呢，就是这种融合呢，其实也是从这个手机游戏爆发开始产生的。 قدر دخل إصدار الألعاب الصينية في الخارج 31.5 مليار يوان عام 2015 بزيادة قدرها 4.72% عما كانت عليه عام 2014. والجدير بالذكر أن الفضل الكبير لا شك في العودة إلى الألعاب المحمولة. وطبقا لهذه البيانات يقترح الخبراء إلى المزيد من الاهتمام بالألعاب الرياضية الإلكترونية المحمولة وإصدارها في الخارج. 现在的厂商也好，平台也好，然后以至于现在因为直播平台也很火，所以整个的这样的一个势头都是对电竞这个市场的话的发展是有一个非常大的帮助。 我认为哈，我觉得游戏移动游戏这个领域其实还会持续的发力，因为随着就是我们现在对娱乐行业的娱乐产值的这种越来越亲近，而且我们的这个随身的设备啊，我们的各种移动的屏幕也会越来越多，所以我觉得它会是一个更加持续上升的一个趋势。 إن الألعاب بصفتها جزءاً من صناعة الإنترنت فقد أصبحت من المجالات التي تهتم بتطويرها في إطار استراتيجية الإنترنت بلس، بينما الألعاب الرياضية الإلكترونية قد حظيت بالدعم العملي من الدولة خلال السنوات الأخيرة، فتسابقت بعض المناطق في إقامة المسابقات الدولية تحت رعاية الحكومة. وفي نفس الوقت أصبح الدمج بين صناعة الألعاب والنشر التقليدي وأدب الإنترنت والأفلام والتلفزيون والكرتون وغيرها من الوسائل الإعلامية أعرض بشكل تدريجي.